اهلا بكم مشاهدينا من جديد. اذن الى نصف نهائي كاس اوديو ونشاهد اذن دخول اللاعبين وهذا الخلاف الذي يبدو بين المدرب بيب غوارديولا وديونغ قائد فريق الميلان. نرحب من جديد بالكابتن سمير السليمي وايضا نرحب بالكابتن فرانشيسكو كوكو. ربما الاثر المشاكل الان بالنسبه لغوارديولا يبدو انها ربما قد تتجاوز الامر الذي حدث له مع الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي تلا مباراه فولسبورغ، والان ربما قد تكون العناوين هذا الخلاف بالنسبه لغوارديولا مع ديونغ. لا ندري ربما الاسباب سناتي اليها، لكن يبدو ان عمليه الدخول الى حجرات الملابس شبه بعض المشاكل مع ديونغ.